إلى ظهر الدهور كلها آمين. في البداية بشكر يعني أبونا والخدام في الاجتماع اللي هم أدوني الفرصة إن أنا أبقى وسطكم، وأي هوب إن نوصل لحاجة النهاردة. هو البلان إن هتبقى يا إما كلمتين يا إما هيبقوا ثلاث كلمات حسب الاحتياج. الموضوع هو أساسيات الارتباط، و ما تهيليش إن في موضوع أهم من الموضوع ده. تهيليش إن في حد بيفهمش عربي هنا؟ كله عربي، إيه؟ حد بيفهمش إنجليزي؟ موضوع الارتباط من الموضوعات المهمة جدا، وأهمية موضوع الارتباط مش بس إن إحنا إنه ناس كتير عاوزة تتجوز، وإنه موضوع is very important for me وكده، لكن الموضوع خطير لأنه في إمباكت عليا حاجات كتيرة. اختيار شريك الحياة حسب قلب الله، اختيار شريك الحياة حسب قلب الله. It is a big decision. أنا كنت اديت كلمة قبل كده عن مع الإبراهيمية في سان جون، الكلمة دي مختلفة مش هي، يعني النهاردة talk is different. The question is why، ليه موضوع الارتباط ده مهم؟ ليه وليه مدينه أهمية كبيرة؟ وأنا شخصيا مديله وقت كبير من خدمتي، ومديله وقت كبير من البلانينج بتاعي، لأن إحنا عندنا مأساة في الارتباط، عندنا بيوت متهدمة، عندنا ناس مزربل، عندنا فاميليز بروكن، عندنا مشاكل كتير. فلما تيجي تشوف كله بيبقى في المود بتاع اللي عاوز يرتبط، عايش في حاله كده، يعني مش عارف ايه الحاله دي، بس هو عايش في حاله. الحاله دي نفسه يرتبط او نفسها ترتبط، وتلبس وتوك داون ذا اير، وتلبس الفستان الابيض، ونعمل ما اعرفش ايه، ونروح الهانيمون، which is all good and all great. لكن the decision is very important. شوية كده statistics تقول لكم 5% من married couples are happy. معلش احنا لسه ما بدناش على هذا. 10% من married couples ما عندهمش they have no emotional connection. 85% they are having troubles in their marriage. In another study, 93% اللي عاوزين يتجوزوا they don't know the basic information to be able to make the decision. 93% اللي هي ارتبطوا ما عندوش ال basic information اللي تأهله ان هو يعمل قرار الارتباط. وانا شايف ان دي في حد ذاتها مصيبة، ان انت عندك كده دلوقتي بتتكلم على 7% هم اللي عارفين هو بيعملوا ايه، اقل من 10% من الناس هم اللي عارفين هو بيعملوا ايه. طبعا نو وندر ليه اذا كان 93% بيعملوا القرار هم مش عارفين هو بيختاروا ايه، فنو وندر المأساة اللي بتحصل afterwards. فاحنا مش بنتكلم على موضوع صغير. هن I think this is much better. It is شريك للحياة، it is a life partner. هتشاركوا بعض في المشاعر، في الأيام الكويسة وفي الأيام الصعبة، هتشاركوا بعض في your positions، ما تملك وما تملكي، والإنكم، وهيبقى عندكم joint bank account، وهتبقى كل حاجة أنتوا مشتركين فيها. مش بس كده، هتشاركوا مع بعض في الوقت وأنتوا زهقانين، وأنتوا ملانين، وأنتوا مبسوطين، وأنتوا في كل الأوقات هتشاركوا مع بعض في السوشيال gathering، في الويدنز، في البيرثدايز، في السوشيال إيفنتس. كل واحد هيدي التاني جسده بكل وقار. simply will be sharing everything. حتى legal matters، لو واحد يعني مشاكل، احدى الحاجات اللي فيها مشاكل كتير او موضوع الفاينانسز، ان واحد يقول لك طب ما مش مشكله انا هاخد لون، وبعد ما ياخد لون ويقول لمراته معلش بس كوساين معايا، وهي لابسه في اللون الاولاني ولابسه في اللون الثاني ولابسه في اللون الثالث، وبعدين هو مش قادر يدفع. طيب هي
الكريدت بتاعها باظ ومش عارفه تاخد شغلانه وبقى عليها ريسك ان الـ ان الـ whatever she has can be taken away from her. وهتلاقي ان الامور يعني it is not just احنا هنتجوز, لا ده العمليه much more deeper. وهتشارك مع شخص اللي هترتبط بيه your own salvation. خلاص نفسك كاملا هتشترك بيه, لانه لو الانسان مش واخد باله هو بيعمل ايه, مش واخد باله اهميه القرار, فتلاقي انه مفيش ما بيتعملش اعداد كويس او مفيش بلان كويسه لتهيئنا ان احنا ناخد القرار ده. انا اديكم مثلا يوم الاحد الصبح, it's a big struggle to many many couples many families. ايه اللي بيحصل يوم الاحد الصبح؟ طرف من الطرفين عاوز يجي الكنيسه والطرف الثاني مريح, واللي عاوز يجي الكنيسه عمال بيقول للثاني, لو الزوجه بتقول للزوج طب هنروح الكنيسه الاسبوع الجاي, يقول لها احنا مش روحنا في شهر مارس, احنا مش روحنا في الصوم الكبير وحضرنا جمعه ختام الصوم, دي مش بتقول عليها جمعه ختام الصوم, مش حضرناها كلها, ربنا طول وخلصنا اولموست بالليل, خلاص كفايه كده. طب الولاد يا حبيبي انت ما بتروحش الكنيسه, بالولاد اللي شايفينك ايه ما بتروحش الكنيسه, طب انت ما بتروحش الكنيسه ليه؟ انا مش قادر اقول لهم ومش قادر اتكلم عليك نيجاتيف, وصراع صراع صراع صراع, كل ده عشان يوم حد. مش بس الزوجات مع الازواج, وكذلك العكس. في تاثير قوي عليك وعليكي في كل خطوه الواحد هياخدوها, في كل سيتويشن الواحد هياخده. فلازم يبقى عارفين اهميه القرار. والنهارده بنعمه ربنا, النهارده بنعمه ربنا هنتكلم على البري ريكوزيتس. عارفين ايه البري ريكوزيتس؟ يعني لما في حد ما يعرفش يعني ايه بري ريكوزيتس, فاضي. البري ريكوزيتس تخيل كده, انا ايه رايح مثلا اقدم على لو سكول, فيشوفوا كده الترانسكريبتس بتاعتي يقولوا لي ايه ده, ايه ده, إيه ده, لا ده انت ما اخدتش قانون دولي قبل كده, لا ده انت في حاجات في الماث مش واخدها, لا ده انت في حاجات في تهيئك او تاهلك ان انت تاخد ان انت تخش كليه الحقوق وتبقى محامي هنا في امريكا, لازم تاخد الكلاسز دي از بري ريكويزيت. ما اخدتش الكلاسز دي, لو انت داخل ميديكال سكول بيبص على البيولوجي كلاسز, لو انت داخل انجينيرنج سكول هيبص على الفيزيكس والكيمستري والماث كلاسز. لو انت معكش البري ريكويزيتس المواد المتطلبات الاساسيه اللي انت تكون معاك قبل ما تقدم, هيقول لك لا يو ار نوت اليجيبل, هيكنسل على الابلكيشن ان انت لم تستوفي الشروط. از ات كلير؟ ففي النهارده هنتكلم على البري ريكويزيتس بتاعت الارتباط. ايه البري ريكويزيتس بتاعت الارتباط؟ فلما اعرف البري ريكويزيتس اتليست ابقى ايه في المود بتاع مفكر ان انا هخش على القرار المهم ده في حياتي ازاي. هنتكلم النهارده عن ثلاث حاجات. اول حاجه انت مين؟ كل واحد فينا هو مين؟ يور ايدنتيتي, هو يو ار. طب ايه الحاجه دي هتاثر عليا في الارتباط بيج تايم؟ هقول لكم ليه. نمرة اتنين, reconcile with God, عيش في حياة صلح مع ربنا. لأنه لو أنا مش عايش في حياة صلح مع ربنا, هتشوفوا إنه في حاجات كتير قوي بتعك وفي غلطات كتير قوي بتحصل. نمرة تلت نقطة هنتكلم عليها, wrong reasons for marriage, الأسباب الغلط للزواج. هو دي احصائيات اللي ما حضروش هنا ودخلوا على هناك على طول, اخطر سنه, دخلوا في اخطر انا ما قلتلكوش حاجه, عملت انا اهو ده ربنا بعت لكم الرساله. لا متهيألي هو في واحده هنا كمان ولا ده اوكي. Who you are
أو أنت مين is very very crucial في 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 حياتنا. أنا هديكوا مثل, المثل ده أو فيديو هنشوفه اسمه attachment style affecting your relationship. تربية كل واحد فينا, تربية كل واحد فينا أدت إن كل واحد فينا بيطلع بنوع معين اسمه من الاتاتشمنت ستايل. مش قادر أقوله, مش عارف إيه يعني الاتاتشمنت ستايل دي إيه, بس أنا هوريكوا فيديو هيشرح له في موضوع الاتاتشمنت ستايل. في أربعة اتاتشمنت ستايلز, الأربعة اتاتشمنت ستايلز دول بيحصلوا من ال كل واحد فينا including myself including everyone, وواحد وانتوا لسه صغارين جدا 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 almost around a year old. انا هوريكم الفيديو ده وبعد كده نتكلم على ايه علاقة الموضوع ده بانت مين. بعد ما شوفنا الفيديو قد ايه just the upbringing ازاي بيأثر, هل انا secured, هل انا anxious, هل انا avoided attachment style من ناحية الattachment style. This is not the personalities, this is just how you interacted with your family or your family interacted معاك او معاك when you were young. مفيش حد فينا ما ينفعش اقول لا انت عندك مشكلة, انت avoided او انت anxious. احنا this is how we are wired, as simple as that. Is this is changeable or reversible? Yes, because this is not not يعني our topic. انتوا فاكرين احنا هنتكلم على ايه؟ على ثلاث حاجات. اول حاجه ايه, who are you, ثاني حاجه reconcile, اصطلح ايه مع ربنا, ثالث حاجه wrong reasons في الارتباط. ليه انا بقول لكم ليه احنا بنتكلم على موضوع الايدنتيتي او who you are, because it is very important because it shapes the decision deeply. عندنا ثلاث مشاكل, الثلاث مشاكل دول احنا بنفتكر انه انا I am what I do or I am what others says about me or I am what I have. انا كياني كله معتمد على انا بعمل ايه. فانا لو انا دكتور ابقى انا ناجح, ابقى انا كويس, لو انا بشتغل ما عنديش كارير ابقى انا انسان فاشل وابقى انا وحش وابقى انا اي كلام. لو الناس بتقول عليا ان انا كويس ابقى انا كويسه, لو الناس بتقول عليا ان انا وحشه ابقى انا وحشه. لو معايا عربيه بي ام اكس ال اس 2020 أبقى أنا much better than واحد مع تويوتا كامري 1980. وبدأنا نفكر إنه كل واحد, إن كياني, إنه my identity is simply أنا بعمل إيه, الناس بتقول عليا إيه, أنا معايا كام. فلو كل كياني مبني على ذا, what defines me, إن أنا بعمل إيه, الناس بتقول عليا إيه, وأنا معايا كام, فلما أجي أختار حد قيمة الشخص ده في ايه, هو بيعمل ايه, الناس بتقول عليه ايه, وايه وعنده ايه. وهنا اكننا بنين a concept of my being. الكونسبت ده is a big myth او a big كذبة كبيرة, لانه للأسف اللي انت بتعمله does not define who you are. The first thing you live by, I'm لو انا successful يبقى انا كويس, لو انا مش successful يبقى انا مش كويس, لو انا نجحت يبقى مش ابقى انا انتي كويسه, لو انا ما نجحتش يبقى انا انتي مش كويسه. احنا عندنا ماركر ولا لا؟ في ماركر. المشكلة في ايه؟ المشكلة انه my identity لو هي مبنية على بابل, البابل دي
حته دبوس صغير يفرقعها كل حاجه انهارت. عشان كده مثلا تلاقي ناس مثلا واحد فقد فلوسه كلها في البورصه يروح يموت نفسه يموت عياله يموت مراته انه فقد كل حاجه. ان what I have اللي انا املكه is defining who I am is defining me. لكن الواقع انت كل واحد فينا you are not what you have, you are not what people says about you, you are not وصلنا المشاعر الإيجابية positive feeling وهنا negative feeling. في الكيرف في positive feeling فوق والnegative feeling تحت. وأنا بقول لنفسي you are what you do. فلو أنا جبت A I feel good, لو أنا جبت C I feel bad, لو أنا اشتغلت في الشغلانة دي I feel good, لو أنا got laid off I feel bad, لو أنا الناس قالوا علي كويس I feel good, الناس قالوا علي شعري وحش I feel bad, الناس قالوا علي النهاردة انتي شيك قوي I feel good, الناس قالوا ايه العربية اللي انتي ركباها دي I feel bad, اشتريت عربية كويسة I feel good, راكب عربية قديمة قوي I feel bad. المشاعر طبعا نازلة which is fine, بس في فرق بين الفيلينجز doesn't equal an identity. انت مين؟ what define you. المشاعر up و down up و down up و down. يعني طب مثلا اقول اديكم مثلا تاني, هنفترض ان ده نيو ايفون, اوكي انا لسه جايبه من ابل ستور. الايفون ده سواء انت بتحب الايفون او ما بتحبش الايفون, دي مشاعرك ناحيه الايفون, هل سعره ثابت في الماركت ولا لا. يعني لما تيجي تشتري ايفون 7 32 جيجز, هل معتمد على مشاعرك؟ مش معتمد على مشاعرك, ده البرايس بتاعه. اذا انت حبيته قوي او ما حبيتوش خالص هيفرق في السعر. انت الناس كلها قالوا عليه حلو والناس كلها قالوا عليه وحش هيفرق في السعر. كان بيرقص وبيكلم نفسه وبيلعب اكروبات او بيستاند ستيل هيفرق في السعر, مش هيفرق في السعر. السيلف وورث او الثمن بتاعه مش معتمد على الثلاث حاجات دول, ولا هو بيعمل ايه ولا الناس بتقول عليه ايه. مع ان يعني ممكن ان رياليتي لو الناس تقول عليه وحش مفيش حد بيشتري ده سعره قل, بس الايدنتيتي الهويه هي حاجه ما بتتغيرش. انت مين؟ معرفش تعرف تقلو دي ولا لا. انت المحبوب عند ربنا او المحبوبه ذات الوقت. كل واحد فينا ربنا بيقول هذا هو ابني ايه الحبيب الذي بيسر. كل واحد فينا طالع من جرد المعمودية يقول هذه هي بنت الحبيبة الذي بيسر. المحبوب او البلوف ده معتمد انت بتعمل ايه. يعني ربنا هيحبك لما تجيب ستريت ايه, وهيكرهك لما تفشل في الجامعة. ها أنا بسألكوا يا جماعة كلمتوا ولا إيه؟ لما تركب عربية أحدث موديل ربنا هيحبك زيادة؟ لما تجيت لويد ليد أوف من الشغل ربنا هيحبك أقل؟ محبة ربنا لكل واحد فينا بالظبط عاملة زي إيه؟ حد فيكم راح نياجرا فولز؟ حد؟ مفيش حد؟ أفتي بروح يعني؟ نياجرا فولز عبارة عن شلالات عالية جدا جدا جدا, وانت ممكن على بعد نص هاف مايل اواي
في البريز بتاع الشلالات وانت شايفها unlimited amount of water نازل، ولا معتمدة انت كويس ولا مش كويس، ولا معتمدة الناس بتقول عليك ايه، ولا معتمدة انت هتعمل عندك ولا ما عندكش. الشلالات بتاع نياجرا فولز اللي نازلة regardless what you have what you do what people say about you دي تشبه محبة ربنا لكل واحد فينا، مش معتمد على اي حاجة دول. طب ليه انا عملت بقول لكم كل ده؟ لانه دول الثلاث تجارب اللي جربهم الشيطان للمسيح، قال له ان كنت انت ابن الله، وبيسأله على ايه؟ واحد مركز بس يا رب، بيسأله على ايه؟ لا السؤال بيقول له ان كنت انت ابن الله، السؤال بيقول له انت ابن ربنا ولا انت ان كنت انت ابن الله فقول للحجاره دي تحول لخبز. فكده دي ايه؟ what you do. ان كنت انت ابن الله اسجد ليا وانا هديك كل الحاجات دي. what you have. ان كنت انت ابن الله نط من على الكليف بتاع الجبل والملائكه هيمسكوك، فالناس اللي تحت هيقولوا ايه؟ واو ده بالتاكيد هو ده ربنا. what people says about you. واحنا ساعات بنبقى عايشين في الـ في الـ في البابل الكبير قوي، ان انا what I do. انا دكتور فما ينفعش اتجوز الا دكتوره، يا اما يبقى واحده معاها بي اتش دي. دي هنجيلها في المره الجايه انه لازم يبقى في توافق، لكن your profession does not define who you are. Your car does not define who you are. Your bank statement does not define who you are. لو كل الناس بتقول عليك whatever اللي بيقولوا عليك does not define who you are. انت كل واحد فينا المحبوب او the beloved in front of God. طب ايه علاقة ده بالاختيار؟ ايه علاقة ده بالاختيار؟ ايه علاقة كل الصباع اللي انا مصدعه لكم ده بالموضوع الايدنتيتي وانت مين وانت مين بالموضوع الارتباط؟ مدرسة النجاح مدرسة النجاح لم ينجح احد. ايه علاقة ده بالارتباط؟ ايه علاقة الايدنتيتي بالارتباط؟ لازم اعرف انا مين عشان انا اعرف انا عايز مين. بس لو انا باني معلوماتي عن نفسي باللي معايا والشهادة بتاعتي، انا مش بقول ان اللي معاك مش مهم، ولا بقول ان الشهادة بتاعتك مش مهمة، ولا بقول ان الناس بتقول عليك مش مهم. This is not, don't quote me on this. انا بقول ان it does not define who you are. It does not make who you are. زي ما قلت لكم you are the beloved او ان كل واحد فينا المحبوب. وسمعت صوت من السماء قال هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت. احنا كلنا عندنا دي، كلنا عندنا الحبيب او the beloved. بس هل ربنا مسرور بينا كلنا؟ تاني، كلنا واخدين الايدنتيتي، كل واحد فينا هذا هو ابن الحبيب هذه هي بنتي المحبوبه. هل كلنا واخدين الذي به سررت؟ ان ربنا مبسوط باللي احنا بنعمله بقراراتنا تصرفاتنا بهوي ليف اور لايف. لا، فالسؤال الاولاني اول ما قلنا ايه هو يو ار، يو ار ايه؟ ذا بلوفد لربنا. وسواء الولد ده اتجوزك او ما اتجوزكيش، اتقدم لك او ما اتقدملكيش، حبيتك ما حبيتكش، ده مش هيغير في هو يو ار. وده سر الانسان السكيور من جوه. فاكرين ثلاثه السكيور والانكشس؟ الانكشس هتكلمني؟ لا مش هتكلمني. هترد عليا؟ لا مش هترد عليا. طب انا بعت لها الافويدنت عنها ما ردت، عنها ما ردتش، اهي جت منها، اهي جت منها، بيقفل على نفسه. لكن ان انا ابقى عارف ان انا المحبوب عند ربنا، تعاملاتي في ان ذا ريليشن شيب وانا باخد القرار مش بيست على ان انا
بالصربة أو أن أنا متضايق أو أن أنا وحتى بتبان قوي 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 في البريك أبس لما اتنين انفصل تلاقي واحد الأمور كونتينت أو البيت الأمور كونتينت معاه أو العكس، لكن تلاقي واحد ديبريشن ونهاية الأزمان. ليه الـ identity is very important ليه في القرار؟ لأنه this is simply اللي بيحصل في القرار. بصوا اللي فوق ده إيه؟ behaviors أو التصرفات. القرار اللي أنت بتعمله based على أنت معايا ولا مش معايا؟ القرار اللي أنت بتعمله based على الـ values، والـ values دي based على الـ beliefs، والـ beliefs based على who you are. I will give you an example. أحكي لكم قصة أسهل. قصة دي أنا قلتها كتير بس قصة يعني لو سمعتوها من كده معلش. أنا كنت بتكلم في وسائل عربية جالي تليفون حد ما أعرفوش قالت لي منى فلان أيوه أهلا بحضرتك ممكن أسأل قدسك على حاجة؟ قلت لها أه. قالت لي فلان الفلاني بيعترف عندك؟ قالت لي عن اسم حد بيعترف عندك؟ قلت لها اه بس اول ما حد يسالني التليفون على الموضوع ده اعمل ديسكليمر. عارفين اللي في بدايه الموفيز اف بي اي ذس از بروسيكيوتد مش عارف ايه ما تسجلش الموفي. انا بعمل اول ما حد يقول لي ده من فلان بيعترف عندك او من بيتي بتعترف اقول له اه بس ما تسالنيش اي اسئله على الاعتراف ان انا مش هقول لك اي حاجه. فالبنت بتقول لي طيب انا بس عاوز اسالك على حاجه. قلت لها اتفضلي. قالت لي هو ما بيصليش. قلت لها انت بتقولي لي ستيتمنت ولا تساليني؟ لو تساليني انا ايه؟ مش هكذا؟ قالت لي لا انا بقولك ان هو ما بيصليش. قلت لها اوكي. طب ايه المشكله؟ قالت لي ده انا اب اعترافي بيقول لي المكالمه دي كلها بالانجلش والقوم ده قالته بالعربي. لو لقيت حد ما بيحبش الصلاة اعرف ان مفيش حاجة فيه كويسة خالص. ان رأيت الانسان لا يحب الصلاة اعرف ان لا ليس فيه شيء صالح البتة. قديس ماري ابرام السوريالي. انا كنت سايق رحت اي كولد اوفر بقى ايه قلت لا القصة العربية كده ايه دخلت في الجامعة. قلت لا ثانية واحدة يعني انت دلوقتي بتقولين ان هو بيقول لك ان هو ايه؟ ما بيصليش. وأبدع اعترافك بيقول لك ايه؟ اللي ما بيحبش الصلاة اللي ما بيحبش الصلاة اتأكد ان هو ما فيش حالة فيه كويسة. طب ايه السؤال بتاعك؟ قالت لي انا كده فهمت يا ابونا خلاص اللي فهمته ان هي شي بروك اب. بالنسبة لها الفاليو بتاعتها ايه؟ ايه اهم حاجة عندها؟ الصلاة. طب البيليف سيستم كان فين؟ المعتقد الستيتمنت اللي هي قالتها بتاعت ان رايت انسانا لا يحب الصلاه فاعرف انه ليس فيه شيء صالح البدء. ده المنظومه دي بليف سيستم. البليف سيستم كل الامثال اقلب القدر على فمها تطلع بنت الامها ده بليف سيستم. يواخذ القرد على جماله يروح على ماله يروح المال ويرجع القرد ايه لحاله ده بليف سيستم. وريها العين الحمراء ده بليف سيستم. كل ده بليف سيستم. اللي بيحصل انتوا انتوا عم بتهرجوا فاكرين ان الموضوع ده سهل. البليف سيستم از ا بيج 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 فاكتور ان ميكينج ذا ديسيجن. يعني في قصه من القصص البنت رايحه كان ابونا بيحكي لنا البنت رايحه بتقول لابونا يعني ده لذيذ قوي يا ابونا ده طويل ده ظريف ده تقعد معاه تضحك للصبح ده عنده بيت على البيتش ده مش عارف ايه. ابونا بيقول لها طب عملت ايه وهو بيروح كنيسة؟ قالت له يعني جمعه عظيمه كده بيروح. قال لها اه طب هو عنده اب اعتراف؟ اه اعترف وهو في ابتدائي بس كان ابونا شداد شد عليه قوي فمن ساعتها ما شافش يعني ما راحش الكنيسه تاني او يعني ما راحش لابونا تاني. طيب ابونا عمال بيقول لك بيتكلم عن البليف سيستم. بيقول لها طب انت شايفه ان
يعني ان الشخص ده مناسب اهلك كله عمل بيت وعمل ان هو ظريف وان هو طويل وان هو كيوت وان هو يا بنتي. طيب من يزرع للجسد من الجسد يحصل ايه؟ حد عارف الايه دي؟ الذي يزرع للجسد من الجسد يحصل هوانا، والذي يزرع للروح من الروح يحصل حياه ابديه. كل الوصايا بتاعت المسيح، كل الوصايا في الكتاب المقدس دي بليف سيستم. عشان كده كل العك على مستوى البليف سيستم من الاهل من الاصحاب من الانفايرمنت من الميديا، الكتاب المقدس يجي ينظف السيستم وينظف الفاليو سيستم وينظف التصرفات ويغير كمان في الايدنتيتي. انا مين is defining is playing major role في البليف سيستم. لو انا ابن ربنا ولا مش ابن ربنا، طب اقول لكم على حاجه. بنت قصه حصلت في الصعيد، واحده ست غنيه جدا 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 وعائلتها very very extremely rich، وجوزها كان عنيف معاها فبدا يقل ادبه عليها واهلها كتير، فراحت سايبه له البيت ومكلمه باباها وبداوا يقوموا المحاميين وهيطلقوها منه. ده اكسين البار. فراحت الكنيسه بتكلم ابونا فقال لها بنتي ده ما جمعه الله لا يفرقه ايه؟ انسان فين دي؟ دي بليف ولا فاليو؟ دي بليف سيستم. ولا انت مشيتي بنت ربنا؟ قالت له اه. قال لها يعني انت هتسمعي الكلام الوصيه ولا لا؟ قالت له اه. قال لها خلاص يبقى انت المفروض تتصرفي. المفروض تتصرفي تاخدي القرار بيزد على انت مين؟ لو انت بنت ربنا يبقى البليف سيستم اللي هتصدقيه الوصيه لان انت يو فاليو علاقتك مع ربنا او يو فاليو خلاص نفسك، فهتلاقي ان انت واخده قرار مختلف. والست دي بعد ما عرفت كده طلبت ان يعملوا صلح مع جوزها وبدات تقول له ما جمعه الله يفرقه تسامح، وانا اقدر ان احنا ننفصل بس انا اخترت، انا قررت ان انا مش ممكن هسيبك لان انا بنت ربنا وبنت ربنا لازم تعيش بالوصيه. وكان دي تغيير حقيقي في حياتي حياتها وفي حياة الشخص اللي هي عايشة معاه. أنت مين is defining البليف سيستم والبليف سيستم. طيب أديكم مثلا، مش احنا كلنا أولاد ربنا؟ مفروض؟ طيب بصوا كده على آخر 10 أفراح حضرتوها، مش اللي كانوا بيتجوزوا دول كانوا أولاد ربنا؟ الريسبشن اللي حصل فيه حاجه لطيفه ايه؟ اتس فان ما لا ما في ريسبشن واحده دخلت برقصه في الريسبشن، وفي ريسبشن كان في ميوزك هاديه وكان فان وعملوا في اكتيفيتيز وانترتيند الناس اللي موجوده، وفي ريسبشن كانوا نص المعازيم سكرانين ونص المعازيم قلعين والباقي النص الثاني دريسنج واكتنج وليفنج ان ابروبريتلي. طب ودول طالعين من اكزام الكنيسه يعني الديسيجن از نوت الايننج وذ هو يو ار. فاهمين قصدي؟ كل ما اعرف انا مين، لو انا ابن ربنا، لو انا المحبوبه، لو انا المحبوب، لو انا عندي البليف سيستم الوصية I value كل الفاليوز اللي ربنا بيقول عليها هتلاقي تصرفاتي وقراراتي مختلفة. طيب who you are their beloved. نمرة النقطة الثانية reconcile with God. تخيلوا كده، أنا يعني كان المفروض أجيب لكم قلم رصاص بس أنا معيش قلم رصاص. تخيلوا أنا ده قلم رصاص وأنا رحت كسره إيه حتتين، وحد من الولاد اخذ النصين بتوع القلم وراح رماهم فين؟ في الطين. فجيت نصين متوسخين وحالتهم صعبه، فجيت واحد قال لي ايه عاوزين نلزقهم باك تاني مع بعض، عاوزين نصلحهم. اول حاجه هتعملها ايه؟ ينفع تجيب سوبر جلو وتلزقهم وهم بالتراب اللي فيهم؟ نو، لازم ينضف الاول، وبعد ما ينضف ايه؟
تجيب السوبر جلو وتسقوا يبقى قوي جدا. لو انا مره عملنا الاكسرسايز ده في مدارس الاحد، جبنا ثلاث اطباق، طبق جبنا اثنين فولنتير، طبق فيه زيت، طبق فيه ملح، طبق فيه دقيق، معايا زيت وملح ودقيق، وغمينا عليهم واول واحد حط ايده في الزيت وبعد كده الملح وكده في الدقيق والتاني عمل كذلك، وبعدين عملوا ريسلينج ارم ريسلينج مع بعض. طبعا كانت الدنيا مسائل مغوصه والزيت اللي واقع وايديهم اللي مزفلطه من بعض وحاجه يعني سوري حاجه في منتهى القرف. كذلك العلاقات، كذلك العلاقات. لو انا الناس بتخش في ريليشن شيب دلوقتي الترند ايه؟ لا انا هصاحب بس انا قاعدين احنا قاعدين فاضيين ما بنعملش حاجه. انا هتتجوز دلوقتي؟ لا مش هتجوز دلوقتي، هتجوز على 4-5 سنين 6 سنين مش من دلوقتي. بنعمل ايه دلوقتي؟ احنا زهقانين. فنديت، طب نديت واحنا مش ناويين نتجوز، فتبدا العلاقه تبقى ايه؟ مسك اكن ايدي في الزيت وايدي في المي في 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 الدقيق وايدي في الملح، فابدا انا الي مش نظيفه ابدا اخش فيها في علاقه ثانيه، اوسخ الطرف الثاني، اوسخ الطرف الثالث، وقبل ما اجي اتجوز اوريدي بقى عندي اكسباند اكسبيرينس، او عندي ما كنتش امين في العلاقات اللي قبل كده انها كانت كلها فور فن، كانت كلها عك. فيجي الانسان يلاقي ان هو داخل على علاقه فور لايف وايده مش نظيفه، فما هيحصل ايه؟ ما هيوسخ الثاني، اما هي يعني الامور هتبقى ملكلكه. فمحتاجين ان احنا نصطلح مع ربنا اي كان البريفيوس هيستوري بتاع الشخص، حتى لو كان الشخص عايش في حياه خطيه لمده طويله. اوعى 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 تاخد قرار ارتباط وانت بعيد عن ربنا. تاني ابوس ايديكم ورجليكم، اوعى تاخد قرار ارتباط وانت بعيد عن ربنا. ليه؟ لا أنا سألكم ليه؟ عشان العلاقة ما تفشلش. عشان العلاقة ما تفشلش. وإيه تاني؟ Because divorce is a big issue. Because divorce is a big issue. Yes, it's not as simple people think. Yeah. ليه وأنت بعيدنا عن ربنا؟ It is very risky to make this decision. عشان الليف ستبقى غلط، تبقى غلط، أشكرك. المنظومة كلها بايظة. المنظومة كلها وايزة. لما المنظومة كلها وايزة في الديسيجن ايه؟ كويس. سيمبل از ذات. لما يبقى صوت لما لو انا بعيد عن ربنا بيبقى تفتكروا شمشون اتجوز ازاي؟ هو كان ماشي في الماركت وشاف دليلة وقال ايه؟ قال هي دي. فراح لبابا وماما قال لهم دليله. قالوا له دليله دي؟ قال انا شفتهم في المعرض، شفتها في كوسكو، وهي دي البنت اللي انا هرتبط بيها. يا ابني هو بابا وماما بيقولوا له ما فيش ولا واحده من كنيستك ولا واحده من شعبك ولا واحده من عشيرتك تقدر تختارها. يقول لا هي دي، وانها قد حسنت في عيني. قفل معاها. كتير قوي بيبقى فيه alarming signs في اتخاذ القرار، ويبقى الواحد بعيد عن ربنا وتبقى الدنيا معكوكة، وياخد القرار ده بيست على صوت الجسد او صوت المشاعر او صوت الجسد والمشاعر او المصلحة او الفلوس، وتلاقي كل الدنيا بتعك بعد كده عك شديد. فانا عندي انتوا فاكرين احنا بنتكلم على البريكوزيتس، اول حاجة اعرف نفسك، اعرف ان كل واحد فينا محبوب من ربنا، واعرف ان في تحديات كبيره يو ار نوت اللي الناس بتقول عليك يو ار نوت اللي معاك ويو ار نوت وات يو دو. ايا كان انت فين وايا كان انت عارف نفسك ولا لا، لازم نصطلح مع ربنا، لازم
قبل ما اخد القرار ده ابقى عايش في حياة توبة، مش بس اتوب دلوقتي عشان عارفين احمد زي الحاج احمد، عارفين القصة؟ وكان في واحد اسمه احمد كان يعني very evil، فراح حاج لما رجع بقى اسمه ايه؟ الحاج احمد، بس استمر very evil، فالناس قالوا ايه احمد؟ زي الحاج احمد، مفرقش يعني، هو راح الحج ورجع عمل ريسيت على الخطايا وبدأ من اول وجديد. وساعات احنا بنعمل كده، ان انا اروح لربنا ارجع عشان طب انا هليكون ساين، انا هصطلح مع ربنا في فتره عشان امشي حالي واعمل ارتباط، وبعد ما امشي حالي واعمل ارتباط ترجع ريما قعدتها القديمه وما يحصلش تغيير. اصطلح مع ربنا عشان كده اذ نسعى كسفراء عن المسيح كان الله يعز بنا نطلب عن المسيح تصالحوا مع الله. وفي بولس الرسول برضه في كروس ثانيه يقول اعطانا خدمه المصالحه، كل السيرفيس بتاعت الكنيسه ان احنا نصالح مع ربنا، لان لما انا نصالح مع ربنا ربنا هيقف جنبي وهيسندني وهينورني الطريق وهقدر اخد رايت ديسيشن. رونج ريزنز فور مارج، دي اخر حاجه. الاحساس بالوحده، انا لوحدي وزهقانه ومليش اصحاب ومش عارف اعمل ايه، ومش عارف اعمل ايه في نفسي ولا اعمل ايه في وقتي، وهو يعني فلان ده موجود وهو وحيد برضه، ونتسلى مع بعض بدل ما احنا ايه مكتئبين. رونج ديسيجن. اسكيبنج هيل ات هوم، البيت له طاق، خناقه مع بابا وماما واخواتي، ومش طايق نفسي ومش طايقه نفسي، المهم اعمل ايه؟ اول واحد يتقدم ارتبط بيه عشان اخلص من الهم اللي في البيت، اخلص من الهم اللي في البيت وابدا هم جديد في البيت الجديد. عند مع الاسره. ساعات فاكرين البليف سيستم، فاكرين البليف سيستم، انت مش فالحه، انت هتشتغلي خدامه لاخواتك، انت اغبى اخواتك، انت مش فالح في حاجه، انت مفيش حد ولا حتى واحده هتبص لك، لا انت لو ما دخلت ما اعرفش نيجاتيف 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 نيجاتيف، فانا اي وونت تو بروف ذم رونج، فاستنى اول فرصه تيجي وعشان ابروف ماي فاميلي رونج، بتبقى انا باخد القرار بيزد على ستابرنس او عند مع الاسره. رابع سبب غلط، رياكشن للبريفيوس ريليشن شيب، وده يجنن بقى، يبقوا في الستاتس بتاعت الفيسبوك engaged أو couples، وبعدين أسبوع سين، وبعدين يومين couple تاني. إيه اللي حصل؟ هي شراب قلعتوه ولبست شراب تاني؟ إزاي أنا لازم أندمها؟ هي تفك معايا أنا؟ عشان تعرف هو يسيبني؟ ده أنا أجيب سيت سيده. خلي بالكوا ده ايه؟ انا اللي انا قلته ده ايه؟ لا ده ايه؟ المثلث. هو بيهيفير بس مبني على بليف، بدي انت تفكي معايا؟ طيب ماشي. اكسترنال بريشر. حبيبي هتتجوز انت، حبيبتي هتتجوزي، كل ما تشوف الأكتر وتشوف التانك وتشوف البابا وتشوف الماما وتشوف الجد وتشوف السيت وفي الكريسماس وفي الايستر وفي العيد ميلاد هتتجوزي انت، هتتجوزي خلاص يا جماعه. طيب يا عم اي حد هيجي دلوقتي هتجوز امريكا ويبدا، انا اعرف ناس كده، ويبدا الانسان يستجيب للبريشر ويتجوز اي جواز عشان يخلص البريشر ده. سيرفيس او كومباشن، دي رجليها اتكسرت وباباها دخل المستشفى ومامتها جالها كانسر في نفس الاسبوع. لا 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 انا لازم اتقدم وانا هرتبط بيها خلاص. انت هتشتغل مادر تريزا ولا ايه؟ علاقه ده بالجواز؟ يعني ايه علاقه الجواز؟ ايه؟ لا ده جواز ليد اوف. ده جوت عيد اوف، ده باباه انتقل من ثلاث اسابيع في حادثه في مصر،
ومامته راحت منها شنط في الـ في الـ في الطياره ومش ممكن اسيبه لوحده كده. لا 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 انا ده هيتحطم نفسيا لو قلت له لا. ايه علاقه المنظومه دي بنت هتتجوز الشخص ده او ده ليه؟ ايه علاقتها؟ للاسف في ناس برضو بتتجوز اوت اوف كومباشن او انه زكا يعني اتجوز زكا عن صاحبها او السبب السابع في الارتباط الغلط ان يبقى مشتعل بالغريزه او مش قادر الانسان مش قادر يضبط شهوته فعاوز يتجوز باي طريقه. فاكر انه لما اتجوز المشكله هتتحل. لكن لما بيبقى الانسان burning with fleshly desires او صوت الجسد عالي قوي اللي بيحصل ايه؟ الدماغ ايه؟ شوت داون. عارفين الاغنيه بتاعت ما بقتش اطيق البيت؟ ما سمعتوش على الاغنيه دي؟ في اغنيه اسمها كده ما بقتش اطيق البيت جوازنا كان غلطه انا هيجيني جلطه. ما سمعتوهاش؟ طيب لا هو انت ابونا بتسمع انا بسمع. طب بعد ما نسجل يا باشا شغال روك بس الاغنيه دي is saying the situation exactly. بيقول لك انا استخبيت واخدت قرار غلط. ليه؟ امتى الانسان بص نحط الصليب دلوقتي على اصبعي في النص كده والصليب في حاله بالانس الطرف ده اكزاكتلي بالانس مع الطرف ده. هنا الايموشنز على اليمين الايموشنز وهنا الابيليتي تو ميك ديسيجن. لما الايموشنز تبقى ستيبل الابيليتي تو ميك ديسيجن تبقى ايه؟ ستيبل. تخيل الايموشنز بقى كده ايه اللي يحصل؟ الابيليتي تو ميك ديسيجنز نزل داون. ده اللي بيحصل لما يبقى الانسان ايموشنالي او الجسد صوته عالي فالدماغ تقفل بيبقى شايف لاند مارك ايفنتس مشاكل مصايب 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 ومش قادر مش قادره تقتنع ان هو مش ده الشخص. رومانتك لاف اصل انا كنت ماشي وداخل المكتبه وقعت منها الكتب وانا بجيب لها الكتب عيني جت في عينيها بس هي دي ايه؟ هي دي اللي هتجوز. ايه كل الموفيز كده كل الموفيز كده وبعدين يجي بقى بالتصوير البطيء والميوزك في الباك جراوند وهم دول اللي هيتجوزوا في اخر الموفي. فانا عايش نفس الفيلم اللي انا شفته عشان اعيشه بقى يعني ان هو بتضحكوا على ايه؟ اللي بيحصل ان انا فاكر ان الرومات يا سلام ده هي دي طب هل هي تنفع؟ طب هل انت ريدي؟ طب هل بوث اوف يو ار ماتيور؟ انتوا عارفين ان اعلى نسبه طلاق في كل الايدج جروبس اللي بيتجوزوا من 22 ل 24 سنه. يعني كل اللي بيرتبط بيعملوا مارج ديسيجن من 22 ل 24 سنه ذا هايست ريت اوف ديفورس نيشن وايد. ليه؟ في حد فيكم 22 متجوز؟ ليه؟ عشان ايه؟ الايموشنز is not stable yet but ability to make right choices is going down. لازم الانسان يبقى عنده balance and maturity. احدى الاسباب الغلط برضو في الارتباط. لا ما هو جون لميري كانوا مع بعض في الحضانة حضرتك جون لميري وميري لجون ما خلاص هي كده. وبعدين البيزنس بتاع بابا والبيزنس بتاع جده وسته لازم يمشي ما ينفعش لازم يمشوا مع بعض. ايه علاقة جون بميري؟ مفيش ولا طايقين بعض ولا عاوزين يتجوزوا بعض بس هي كده. انا
عندنا في البلد بنعمل كده. ما ينفعش. آخر سبب غلط للارتباط هو result and sinful relationship. يعني اثنين ارتبطوا مع بعض emotional للأسف. اللص والديزاين صوت الجسد كان عالي فقربوا من بعض لدرجة ان الامور عكت. وبعد ما الامور عكت يقولوا ايه طب احنا هنصلح العك ده بايه؟ بالجواز. بعك اكتر. الموضوع ده محتاج definitely definitely case by case. بس دايما 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 في احوال كتيرة جدا ان لما بتبقى الامور داخلة بدايتها عك على مستوى الجسد بتعك تاني وبتقلب والامور يعني بتبقى كان واحد داخل في مستنقع ملوش مخرج. في شويه اكسبشنز للمواضيع دي ممكن ات از كيس باي كيس بس لازم نرجع لقبض الاعتراف ويبقى فيها مشوره قويه. هل انا هصلح مشكله بمشكله ثانيه واقعد فيها فور لايف وابقى انا ميزربل والطرف الثاني ميزربل والعيال ميزربل؟ فاحنا النهارده اتكلمنا على ثلاث حاجات. اول حاجه انت ايه؟ هو ار يو. ولما تعرف انت مين ان كل واحد فينا المحبوب عند ربنا وقيمه كل واحد فينا مش معتمده انت بتعمل كام في السنه؟ بتشتغل ايه؟ في جامعه ايه؟ الناس بتقول عليك ايه؟ مع ان كل دول مهمين لكن it does not define who you are. ليه الايدنتيتي مهمه؟ لان الايدنتيتي طالع منها البليف والبليف طالع منه الفاليوز والفاليوز طالع منها الديسيجن